كفاءات علمية ومتطلبات علمية يهدمها أساتذة ومدرسون تكون ناجحة فذلك أمر عادي. أما أن نحضر ندوة علمية ينظمها طلبة وطالبات ناشئون وناشئات في ميدان العلم وفي ميدان البحث فذلك أمر غير عاد. فهذه ظاهرة تستحق أن تبحث، وهذا أمر ينبغي أن توجه إليه الأنظار لنعرف ما السر في نجاح هؤلاء الفتية وهؤلاء الفتيات في بلوغ هذا المستوى العلمي المعرفي. أقول إنها ظاهرة التعليم العتيق، التعليم العتيق الذي هو إحدى مكرمات وطننا العزيز، أتاح لهؤلاء الطلبة ولهؤلاء الطالبات هذا المستوى العلمي الجدير بالعرفان والجدير بالتقدير. فما كنا لنشهد ولنحضر مثل هذه اللقاءات التي يقوم بها كما ذكرت طلبة هم في مقتبل عمرهم العلمي والثقافي، ما كنا لنجد هذا المستوى العالي لولا الشيوخ ولولا العلماء ولولا هؤلاء الذين يؤطرون هؤلاء التلاميذ وهؤلاء الطلبة وهؤلاء الطالبات. أيها الإخوة، وأنا أتتبع هذه المحاور أو هذه البحوث التي قدمها هؤلاء الطلبة توقفت عند مجموعة من القضايا التي أثيرت وأريد أن أبينها بعض الشيء. فلما تحدث الإخوة عن بعض الطلبة الإخوة عن التطور التاريخي للغة العربية، أقول إن الباحثين يقولون إن ما بأيدينا من تراث، ما بأيدينا من تراث، ونقصد به هنا الشعر العربي. الشعر العربي هو ديوان العربي كما يقال، هو الأمر الذي نستطيع من خلاله أن نعرف حضارة العرب قبل الإسلام، فلا تتعدى المرحلة التاريخية التي وصل إليها هذا الشعر، أو لا تتعدى السنوات التي استطاع أن يقف عندها الناقدون أكثر من 150 سنة. 150 سنة كما ذكر شوقي ضيف وكما ذكر ناصر الدين الأسد، قبل 150 سنة لا نستطيع أن نعرف شيئا عن هذا الشعر العربي ولا عن هذه اللغة العربية. نحن نقرأ في شعر امرئ القيس مستوى عال من الجودة ومن الأساليب الرصينة ومن التصورات الشعرية الرائعة. معناه هذا أن هذا كان قد تطور، أن الشعر العربي قد تطور وتطور، وأن العربية قد تطورت وتطورت قبل ذلك بكثير. والباحثون مطالبون بأن يبحثوا هذه المرحلة التي سبقت هذا التطور. نذكر من أشعار امرئ القيس وهو يصف ذلك الليل البهيم الذي جاءه، أو ذلك الليل الذي عانى منه لما أخبر بمقتل أبيه فهو يريد أن ينتقم لأبيه،
هذا التصور الرائع، وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلب وأردف أعجازا وناء بكلكلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. يقف الناقدون هنا عند الزمن النفسي وعند الزمن المادي، كيف يصورونه وكيف يصوره امرؤ القيس. نقف عند شعر المهلهل بن أبي ربيعة وهو يتحدث أو يرثي أخاه كليب ويتوعد الذين قتلوه بحرب لا هوادة فيها: أتغدو يا كليب معي إذا ما حلوق القوم تشحذها الشفار، أقول لتغلب والعز فيها أثيروها لذلكم انتصار، خذوا العهد الأكيد علي عمري بتركي كل ما حوت الديار وهجر الغانيات وشرب كأس ولبسي جبة لا تستعار ولبسي جبة لا تستعار. هذا شعر متطور تطور جدا، معناه هذا أن مئات السنين أو آلاف السنين كانت قد سبقت هذا المستوى العالي من الشعر ومن الفصاحة لا نعرف عنه شيئا. مما استوقفني وأنا أتتبع هذه العروض قول أحدهم إن المستعمر حينما دخل بلاد العرب بذل جهدا كبيرا لنشر لغته، فأنتم تعرفون أن الفرنسية في الجزائر مثلا قد بذل من أجل أن يصبح الجزائريون متحدثين باللغة الفرنسية، بذلت فيها جهود مضنية، استقدم عشرات الآلاف من المعلمين ومن المدرسين، استقدمت مكتبات أطنان كبيرة من الكتب لنشر اللغة الفرنسية حتى يصبح الجزائريون يتحدثون اللغة الفرنسية. لكن العرب حينما فتحوا أو أن المسلمين حينما فتحوا البلاد الأعجمية فإنهم ما بذلوا جهدا كبيرا في نشر لغتهم، بل الآخرون بل الأعاجم الذين دخل الإسلام بلادهم صاروا ينفقون المال من أجل أن يتعلموا اللغة العربية لسبب معروف، وهو أنه لا يستطيع أن لا أحد يستطيع أن يفهم الإسلام دون اللغة العربية، ولن يستطيع أحد أن يصلي إلا وهو يتلو القرآن الكريم، ولا يستطيع الناس أن يتلو القرآن الكريم تلاوة سليمة صحيحة إلا إذا كانوا على علم باللغة العربية. فشتان بين الموقف والموقف، شتان بين موقف المستعمر الذي يسعى لأن تصبح لغته هي اللغة التي يتحدث بها المستعمرون، وشتان بين المسلمين الذين دخلوا بلاد الأعاجم فصار الأعاجم يبحثون عن هذه اللغة العربية. ومما استوقفني أيضا ضرورة الاعتزاز باللغة العربية، لأنها الهوية، هي الحضارة، هي التألق، فما دمنا مستمسكين بلغتنا فإننا مستمسكون بهويتنا، وحينما نفرط فيها فإنما نفرط في ذاتنا، في مقوماتنا، في حضارتنا. هذا ما أدلت به طالبة زبيدة من نيس.
وأنا أستمع إلى هذه المقولة استحضرت موقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكاتب ملوك عصره، يكاتب ملوك عصره. تعلمون أيها الإخوة أيتها الإخوات أنه في السنة السادسة للهجرة، أي أثناء غزوة الحديبية، فكر النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكاتب ملوك عصره باعتباره الرسول المبلغ للناس جميعا، إنا أرسلناك للناس كافة بشيرا ونذيرا. فقرر أن يكاتب الملوك العظام في ذلك الزمان، فكاتب هرقل عظيم الروم، وكاتب المقوقس عظيم القبط، وكاتب النجاشي ملك الحبشة، وكاتب كسرى عظيم الفرس، وكاتب ملوك آخر كملك عمان. حينما كاتب، توقف هنا عند نموذج واحد وهو كتابه صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، وكانت الروم في ذلك الوقت هي أقوى دولة، كان العالم المعروف في ذلك الزمان يتقاسمان النفوذ فيه، الفرس والروم. فلما قرر النبي صلى الله عليه وسلم مكاتبة هرقل كان بالإمكان أن يكاتبه باللغة التي يفهمها، وكان الصحابة كان كثير من الصحابة يتقنون اللغات الأخرى، وكان الذين معه، كان معه صهيب الرومي، وكان معه سلمان الفارسي، وكان معه بلال الحبشي، وهؤلاء غالبا كانوا يحسنون لغات قومهم. ومع ذلك قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكاتب ملوك عصره باللغة العربية. وأنتم إن فتحتم صحيح البخاري باب بدء الوحي تجدون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. ماذا يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى من محمد صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الآريسيين، وفي رواية الأكارين، وهم الفلاحون أو أتباع مملكة هرقل. وإن توليت فإنما عليك إثم الآريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الرسالة حينما نتدبرها وحينما نتتبع ألفاظها وعباراتها نجدها ألفاظا كلها عزة وكلها شموخ، وكلها اعتزاز بالذات، كلها اعتزاز بالدين، كلها اعتزاز باللغة العربية. فما كان من هذا الملك إلا أن يطلب من يحسن اللغة العربية ليترجم له هذه الرسالة، كما هو شأننا اليوم. نحن تأتينا رسالة باللغة الفرنسية أو باللغة الإنجليزية، فنبحث عن من يترجمها لنا، لأننا مغلوبون، ودائما المغلوب مولع بتقليد الغالب كما ذكر ابن خلدون. في ذلك الزمان صاروا يبحثون عن من يترجم لهم إلى اللغة الآرامية أو اللغة الفارسية أو إلى تلك اللغات التي كانوا يتقنونها. فالاعتزاز باللغة العربية اعتزاز بالهوية، اعتزاز بالدين، اعتزاز بالذات، وكل تفريط فيها إنما هو تفريط في هذه المقومات التي لا بد منها لأن نسود في عالم ليس فيه موضع للضعفاء، ليس فيه موضع لمن يجلد ذاته ويحتقرها، لمن لا يتعلم، لمن لا يعرف، لمن لا يسعى إلى الترقي. ونحن أيها الإخوة والأخوات نسعى إلى الترقي
من خلال العلم ومن خلال المعرفة ومن خلال البحث والتقصي. هذا ما لاحظته في هؤلاء الفتية، إنهم فتية آمنوا بربهم وزادهم الله عز وجل تقوى وعلما وإيمانا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.